مهما الأيام غدرت فينا قدر ومكتوب نعشق منتوب نترك أوراق الدنيا أسامينا الحب لقاوي اكسر الباب اكسره سهيل 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 انت رجعت لنا ابني انت ما بتخجلي شو كنتي عم تعملي اه سهيل كان غايب عن الوعي لفتره مع هيك ما تركتي شو عم تعملي هون بنص الليل فيك تفهمينا؟ عم تتسلي معه مو هيك؟ قبل ما تلوميني وتبلشي تصرخي علي سألي زوجك اللي حبسني بهاي الغرفة انت شو عم تخبصي بالحكي؟ فهميني شو اللي عم تقصدي؟ بنتي قولي كل شي فيديكا احكي هذا الزلمة اجا من شوي على الغرفة حاول يزعجني كتير بس سهيل فاق بالوقت المناسب واجا انقذني شو كذابة؟ شغلتك الحكي على زوجي ما؟ زوجي كان معي بغرفتنا كل الليل ليه لحتى أظلمك؟ بتضلي بتلومي؟ أمي؟ عم قلك طول ما رح تضل هي عنا رح تخرب كل شي انتي فايتة على غرفة سهيل وفوق هيك عم تعدي معه لحالكن كمان ايه؟ ولما انمسكتي صرت تلومي زوجي ما هيك؟ عن جد ما عاد استحيتي ابدا يلا ارفع ايدك والا رح اوس بوش ممنوع ما بأوصيك سهيل انت ليش هيك عم تعمل دقيقة كفك كفك بكفي سهيل ابني من شوي رجعت لوعيك انت لازم ترتاح سكتي وقلا بقوص عليكي انتي سيئة مانك منيحة شو؟ كلكم سيئين سهيل خلاص بس بعدي قليلون يبعدوا عني هدول سيئين انتي منيحة وبتهتمي فيني وبتخافي علي بس البقية سيئين كلهم بو بوم حلو حلو حماتي هاي المرة عم تحكي من عندها وتخبص لأنه شفناها بالجرم المشهور لهيك عم تعمل هاي الدراما البايخة مع ساهيل وشو رح تعملي كمان؟ رح تخليه يضل معك بحجة إنه مريض؟ ولأنه كل المجتمع ضدكم؟ أنت خلص اسكت مو شايف كيف حالته لساهيل؟ ساهيل عم يمثل يا فيديكا بكفي دراما بقى ياش بترجعك نحنا ما منعرف شو صاير ما إذا قسينا عليه وقتها يمكن تدهور حالته
فيكن هلأ كلكن تفكروا شو ما بدكن، بس أنا رح أعرف الحقيقة. يلا أمشي. بوم سهيل. بوم بوم سهيل. بوم. بظن إنه ابن حماي في شي خطير صاير لعقله. دكتور شو يعني هاي الحالة؟ سهيل مفكر حاله إنه ولد. حتى الدكاترة بيفشلوا بفهم آلية دماغ الإنسان سيد فيديكا ماثور. الحالة معقدة، مو كل الدكاترة بيعرفوا يشخصوها. بدي أشرح لك، مثلاً لما بيمرق الواحد بتجربة مؤلمة وبتأثر عليه وعلى عقله وبيرفض إنه يقبل الواقع وبيفقد الذاكرة بشكل جزئي ولسنين معينة. طيب في علاج إله؟ يعني هو إمتى ممكن يتحسن؟ يمكن يبقى يومين أو ممكن يطول كتير، ممكن ياخد سنين ليرجع منيح. دكتور قلبي حاسسني سهيل رح يتحسن عن قريب. أكيد لازم نضل نعمل جهدنا لنساعده يتحسن. تمنياتكن وثقتكن إنه رح يتعافى رح تساعد سهيل يسترجع ذاكرته. ماشي؟ شكرا. ليكي فيديكا، بعرف إنه غلطنا، ما تركنا فرصة أنا وعيلتي إلا وزعجناكي فيها، بس من بعد هلأ لا. أنا كنت خايفة على سمعة عيلتي، بس هلأ أنا خايفة على سهيل كتير. سهيل وشروتي كل حياتي، هلأ رح أفكر فيهم وبس. أنتي أنقذتي حياة شروتي بزواجها من كاران، وهلأ انقذي حياة سهيل مثلهم. بترجاكي انقذي حياة ابني ورجعي ليها. لو سمحتي لا تعملي هيك، سهيل رح يكون منيح. خلي ثقتك قوي. انتي ليش خايفة كل هالقد على سهيل؟ صدقيني هاد الشاب عم يكذب على الكل. هو شاب صغير بس شخص كتير شاطر، على الأغلب دفع مصاري للدكتور مشان يقول هيك. انتي بتعرفي سهيل عم يضل يلاحقك كل الوقت وبده يحصل عليك بأي تمن. ياش أنا بعرف إنه في كتير ناس خدعوك وأزوك، بس هذا الشي ما بيعني إنك تشك بأي حدا بتشوفه. أحياناً لازم تمشي وراء قلبك. فيك تفكري شو ما بدك عني وتفسري على كيفك، بس أنتي مرتي وواجبي، واجبي إني أحميكي من هيك عالم، فهمتي؟ أنا متأكد إنه سهيل عم يضحك على الكل وبدي إياكي ما عاد تساعديه بعد اليوم. ما فيني أعمل هيك شي، ما في شك إني مرتك، مشان هيك ارتاح. لازم تفهم إنه اللي عم أعمله عمل إنساني مو أكتر، وأكيد رح ساعد كل إنسان محتاجني بدون أي تردد. رح أعمل كل جهدي إني ساعده، وبالأخص هالشخص اللي عمل المستحيل مشان يساعدني أنا وعيلتي. وياش لا تنسى إنه المسؤول عن حالة سهيل هو أنت، لأنك لو ما دفشته ما كان بهاي الحالة هلا. بغض النظر عن اللي عم تقوليه، بس أنا متأكد إنك بتحبي سهيل.